هذه الأبنية العملاقة شغلت بال الكثيرين. لم يجدوا تفسيراً كيف يمكن لبشر أن يرفعوا حجارة. أنت تعلم حجارة الأهرامات يزن كل حجر بحدود 3,000 أو 4,000 كيلوغرام. كيف يمكن لبشر أن يحملوا هذه الحجارة الكبيرة الثقيلة ويصعدوا بها لارتفاعات عالية؟ الهرم الأكبر ارتفاعه بحدود 146 متر. يعني الفكرة الشائعة أنهم جاءوا بالصخور وقاموا بقطعها بأزاميل نحاسية. حلو. ورفعوها بواسطة الحبال وألواح خشبية ورفعوها. يعني هذه النظرية السائدة حتى الآن. وهل هي منطقية؟ لا، غير منطقية. لأنك لا يمكن أن تقطع مثلاً 2 مليون حجر بأساليب بدائية أزاميل وتسوي سطوحها بدقة هائلة والزوايا قائمة وغير ذلك. لا يمكن. وإذا أمكن ذلك، أين هذه الملايين من الأزاميل النحاسية التي استخدمت في قطع هذه الحجارة؟ أخذ أحد الباحثين الفرنسيين عينة من حجارة الأهرامات وذهب بها إلى مخابر في فرنسا، وأثبت أن هذه الحجارة، أو على الأقل أجزاء كبيرة من الهرم، صنعت من التراب الممزوج بالماء المحمى بالحرارة مع بعض المواد الكيميائية والأملاح. طيب. الحقيقة هذا البحث لفت انتباه بعض الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية، فقاموا بإعادة البحث، وبالفعل ثبت لديهم بواسطة المجهر الإلكتروني أن الفراعنة أو المصريين القدماء كانوا يأخذون الحجر الكلسي أو التراب الكلسي الموجود بغزارة، يمزجونه مع ماء النيل وبعض الأنهار التي كانت موجودة في ذلك الوقت بالقرب من الأهرامات، وبهذه الطريقة حصلوا على ما يشبه يعني الخرسانة أو الإسمنت المسلح. دحين في القرآن الكريم، هل ذكرت الأهرامات في القرآن؟ الحقيقة الإنسان فعلا يستغرب أن هذا الاكتشاف الذي أخفاه الفراعنة لآلاف السنين وكشفه علماء أوروبا وفرنسا وأمريكا اليوم في القرن العشرين، أواخر القرن العشرين والحادي والعشرين، كشفه لنا القرآن قبل 14 قرنا في قوله تبارك وتعالى على لسان فرعون عندما قال: يا هامان أوقد لي على الطين. أوقد لي على الطين، أي استخدم الوقود الحرارة والطين فاجعل لي صرحا. الصرح باللغة العربية هو كل بناء مرتفع. لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. صرح المقصود به الأهرامات يعني؟ لا، كل بناء مرتفع. وهو في ذاك الوقت كان الأهرامات؟ الأهرامات موجودة كانت، ولكن نحن لا نقول إن فرعون، هذا فرعون موسى، هو الذي بنى أو لم يبني. المهم الإعجاز أن الآية القرآنية تكشف لنا سر الأبنية العملاقة بشكل عام في ذلك الزمن بطريقة رائعة. سيدنا نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. مكث سيدنا نوح يناقش قومه، يقدم لهم البراهين، الحجج العلمية على وجود الخالق عز وجل، فناقشهم بكل الوسائل ولكنهم استكبروا واتهموه بالجنون. فكانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى أرسل عليهم الطوفان، وأمر سيدنا نوح قبل ذلك أن يصنع الفلك وهي السفينة الكبيرة جدا، ونجا هو والمؤمنين معه. دحين القرآن إيش ذكر عن السفينة؟ هل ذكر يعني صح ما ذكر القرآن مكان السفينة؟ هل هي موجودة؟ دحين في إشاعات إنه قلنا في تركيا، بعضهم يقول إنها في اليمن. نعم، الحقيقة هناك روايات كثيرة. يقال أن هذه السفينة موجودة أو رست على جبل في إحدى مناطق تركيا، ويقال أنها موجودة في جبل الجودي في شمال العراق، وهناك روايات تقول هي في اليمن وغير ذلك. كل هذه الروايات قد تصيب وقد تخطئ، ولكن نحن ينبغي أن نأخذ العبرة، ومن روعة القرآن الكريم أنه يركز دائما ليس على القصة ذاتها، فالقصة ليست هدفا، إنما الهدف هو العبرة التي تأخذها من هذه القصة. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم.
فلذلك أخي الحبيب، هذه الأمم سادت وسيطرت على الأرض لملايين السنين، وربما يكون من أهم الأمم التي حكمت الأرض الديناصورات. يعني مو بشر. لا لا، وقد اختفت لنسميها حضارة هذه الأمم قبل ما يقارب 60 أو 65 مليون عام، بعد أن سيطرت وسفكت الدماء ومارست كل أنواع الظلم والبغي. لذلك الله تبارك وتعالى عندما أراد أن يستخلف سيدنا آدم عليه السلام قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. مباشرة خطر ببال الملائكة تلك الدماء التي سالت، فقالوا على الفور: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. سبحان الله. ولذلك ينبغي علينا نحن البشر، أن الله تعالى استخلفنا على هذه الأرض، ينبغي أن نأخذ عبرة من هذه الكائنات أو هذه الحضارات أو هذه الأمم التي سبقتنا، أنك أيها الإنسان مهما بلغت من القوة لا بد أن يأتي يوم وتزول فيه كما زالت هذه الأمم، وتقف بين يدي الخالق تبارك وتعالى. سبحان الله. الحقيقة هناك قصص كثيرة شغلت بال البشر، وربما من أهم هذه القصص قصة خلق الإنسان. أين خلق سيدنا آدم عليه السلام؟ أمنا حواء. هذه الأمور شغلت بال الإنسان منذ القديم، واختلف فيها الرواة. فمنهم من قال إن سيدنا آدم خلق في السماء في جنة الخلد، هذا المتعارف عليه. المتعارف عليه، نعم. ومنهم من قال، روايات تقول أن آدم عليه السلام خلق في جنة على الأرض، وعللوا ذلك بأن جنة الخلد في السماء ليس فيها موت. عندما جاء إبليس وأغرى سيدنا آدم، ماذا قال له؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ المهم، اختلفت الروايات حول موضوع سيدنا آدم وخلقه. من الباحثين والمفكرين من قال إن آدم عليه السلام وحواء، أمنا حواء، تعارفا في جبل عرفة، صح، عشان لذلك سمي بجبل عرفة. منهم من يقول هناك مثلا قبر في مدينة جدة لحواء، صح. طبعا كلها روايات، وبعض الكتب المحرفة المقدسة المحرفة تقول إن الحية جاءت إلى الجنة ودخلت في أمنا حواء ووسوست لها ثم حواء. كل هذه الروايات تريد أن تنتقص وتحط من شأن المرأة، مع العلم أن القرآن الكريم عظم المرأة وأعلى من قدرها. ولذلك يعني أمنا حواء يعني تستحق أن نسميها أم الحياة. سبحان الله.